يعطيك العافيه. جهزنا الفستان، غسلت وصنبنت وما عاد الا كيسوه انتم توصلوا هذا حق فستان الخطوبه. حلو حلو، قد اتصلوا عشانه. وولي مالو هذا؟ ايش فيه؟ الفستان مالو هكذا رجع احمر؟ ايش هذا؟ ما دراني انا. كيف ما درك؟ فين غسلته؟ غسلته بالمغسله داخل بالمغسله الكبيره. غسلتها وحده؟ ما غسله وحده، زعم انه شيخ، وفستان ما هو شيخ غسله وحده. غسلتها مع هذا؟ انا مع من اغسله؟ استغفر الله العظيم، هذا لونه ابيض وهذاك لونه احمر، كل واحد لوحده، كيف تغسلهن مع بعض؟ لو لا غسلتن مع بعض، ما عندنا عنصريه احنا، كل الملابس عندي سواء مثل اسنان المجد. يا ناشر الله يرضى عليك، هذا الوان بيض وهذيك الوان حمر، ما يخلطونك مع بعض ابدا ابدا. يا اخي قد احنا بالوسط ذحين، ما هو الحل؟ قل لي لا تجي راسي. يا ناشر الان نشتي نرجع اللون الاصلي حق الفستان، نزيل هذا الاحمر باي وسيله. وكيف نعمل هكذا؟ انا شوف يا حبيبي، انا علي غسلت وجهزت، التفكير هذا انت المتعلم والفاهم، قل لي. ايوه فعل الكارثه ورجع، انت المتعلم انت الفاهم، انت كل حياتك كوارث في الدنيا هكذا، واحد يعمل كارثه واحد يحل، ولا كلنا نعمل كوارث. طيب خليني افكر شويه. يا اخي ما هو وقت التفكير، ما هو وقت التفكير يا وليد، الله يرضى عليك، احنا نشتي نرد الفستان مثل ما كان. ناشر اهدا، افكر شويه يا جماعه، اشوف ايش اللون المناسب. يا فكر فكر تفكر. شوف الالوان هذه شغلتي، انا عاجفة السناب كل فلاتر والوان، شغلي هذا طوال اليوم، لا تناقشنيش. يا ذحين خرجنا بالفستان وفعل ما اشتيت. بروح لمحل البناء اجيب لنا لون يمزج اللونين وطلعناها ابيض ان شاء الله، نمشي الحفله ويصبر. اقول لك اقطب قبل ما يمزجونا داخل المغسله، اقطب. يلا. بسرعه. ما دخل امي انا بالفسادين هذا؟ انا صبن غير ثيابات، ماذا قال لك الفسادين؟ والله خارجين. هذا ما هو؟ هذا يسمى اللون ال ايش هو برتقالي هذا وما هو؟ ما هو وقت البرتقال يا جني. شوف لما تمزج هذا اللون مع الاحمر يطلع لك قرمزي فاتح. قرمزي يا وليد، انت اسمعني قبل ما تبخ لا تربشنا، انت يعني انت متاكد من كلامك هذا ولا هكذا من درجه؟ شغلتي يا بسم الله شغلتك. امسك ماسك لك. يلا قل بسم الله. قول انت ليه تضرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف مع الاحمر، شوف شوف هي شغله بسيطه يعني ما تحتاج. لحظه ما هو هذا يا جني؟ هذا وين الابيض؟ شويه ويبيض ويذوب. يا ايه انا باقي الاحمر هذا، من هي الاحمر؟ وانا الاحمر هذا خلاص. يلا ريح شويه. لا. يا جني اين اللون هذا؟ اين اللون الابيض؟ يقول ان شاء الله انه يضبط، ان شاء الله. توترنيش انا الان، نفكر انه هذا يتغير. يعني يتغير ولا ما تغير حاجه؟ شوف انت خربت انت، انا مالي دخل. قد جربته انا من قبل وضبط معي، خلينا نجرب لون ثاني. اسير ادي لون ثاني. يا بعدك بعدك. انا داري والله ما انت داري بحاجه، لكن يلا ما نعمل. بدك المتعلم داخل المغسله. الحين ما دخلوا هذا. يا ما اشترج. شوف هذا اللون ما ادري ايش هو، بس هو مع هذا بينتج ابيض. انت متاكد يا ولي؟ متاكد. يلا بسم الله. ما هو يا جني؟ حبه حبه. يا انا منتظر الحبه هذا. انا شوف لي الاماكن بس حتى انا شوف الان ان شاء الله. لا لا ما شاء الله ما شاء الله، الحين ابيض يا ولي. ها؟ ما شاء الله ابيض. ما هذا اللي اديته لبخه؟ شوف لحظه. شوف لي انا، تعال شوف لي انا. ابيض يا ولي، هذا ابيض، هاي ما شاء الله ابيض. أقول لك يا جني لا تحنا بنا، قد احنا باللون دحين 30 لون. خليه دقيقتين. أنا عند قلت أنك متأكد ولا ما؟ أنا جالس للحين أحل مشاكلك هذا، هذا كلها مشاكله. أنا مشاكلي أنا كان مشكلة اللون الأحمر، أنت جبت لي 70 لون. إيه نرجع بعدك، إيش أسوي؟ باقي لون واحد، إذا إن شاء الله صبر ماشي باقي غيره اثنين. إيه قدومك أنا أختنق. امسك. أنا ماسك عادي. راح تجيبني أنا. طح أنا. يغلقوا. يا من تيجي لنا هذا الحين؟ هذا اللونين قال لك يطلع لنا ابيض ان شاء الله. انا داري يطلع لنا الضغط، انا داري. Thank you.
كيف؟ لا لا تمام ما شاء الله انا من عندي ها؟ شو على فستان ها؟ بيضها نازع ما شاء الله. والله هذا تفكيري وهذا جهدي ما خليتنيش افكر سواء. ما شاء الله ما شاء الله. فستان قوز قزح يعني قد في 70 لون ساعة طقم المموه.